يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية في الصباح الباكر، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، وذلك على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 39، الصغرى فيها 18، جوحار، الإسكندرية 36، 23 أيضا جوحار، مطروح 35، 24 كذلك جوحار، بورسعيد 33، 23 الإسماعيلية 40، 27 جو شديد الحرارة. محافظة السويس العظمى فيها 39، 26 العريش 31، 20 طابة 35، 25 شرم الشيخ 40، 27 الغردقة 41، 27 جو شديد الحرارة. الأقصر العظمى فيها 44، الصغرى فيها 28، أسوان 45، 29 الوادي الجديد 44، 28 شلاتين 40، 27 حلايب 37، 28. والآن نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.